مسجل في اللوائح الانتخابيه؟ لا ما مسجلش. تعرف السميه ديال العمده ديال فاس؟ لا كنعرفش. عميت شعبات كان مصابكو كانوا يربعة ولا خمسة في المغرب بحالو غتنظن غادي تكون شي نتيجة. كثرات الشفارة وبزاف الحوايج فاش جا هو لهنا. شطر والحمد ما كبراتش من النهار اللي ولا عمدة ديال فاس. كان الإنسان تيكون شفار تيجيب الله كلشي شفار. إذا رئيس الحكومة شفار؟ هادشي اللي كنقول. بطبيعة الحال. شنو غيكون في هذا المشروع بالضبط؟ هذه المكتبة اللي غتكون فيها أوبيرا. هو الغلاف المالي بالنسبة للمشروع ككل هو حوالي 50 مليار سنتيم.